بداية كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلق عقلي أدوان. والله أسأل كما بلغنا وإياكم شهر رمضان في أول يوم، أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وألا يخرجنا جميعا من رمضان إلا وقد غفر لنا ورضي عنا وأعتقنا جميعا وإياكم إلى النار. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، أبدأ حمدا لله تبارك وتعالى أن أجاب دعاءنا وبلغنا شهر رمضان الكريم. وتلكم نعمة تستحق الشكر من الله تبارك وتعالى. فيا ربي لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الشكر شكر الحامدين. كثير من المسلمين دعوا الله كثيرا أن يبلغهم رمضان فلم يبلغوه. وأنا وأنت قد بلغنا الله رمضان. وما ذاك لشيء إلا أن الله قد أحبنا، فلك الحمد والشكر أن أحببتنا. اللهم كما أحببتنا وفقنا لحبك يا كريم. بندعو ربنا بلغنا رمضان، أديك بلغنا رمضان. إذا استجاب الله دعاءك، حقق الله غايتك. كم من أناس ماتوا قبل رمضان بيوم وبيومين وبثلاث. كثيرين ماتوا قبل رمضان بساعة، أما أنا وأنت فقد أمد الله في أعمالنا حتى بلغنا أيام الرحمة وأيام المغفرة وأيام العشق من النار. لا غير أن يأتي الموت بعد ذلك. جاءنا هذا الشهر الكريم لنجدد علاقاتنا بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا الشهر الكريم هو منحة من الله تبارك وتعالى، هو هدية من الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حرمت كل الأمم من هذا الشهر وبلغته أمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الشهر ليخرجنا من ذنوبنا وخطايانا كيوم ولدتنا أمهاتنا. استمع معي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أليست هذه هدية تستحق الشكر من الله تبارك وتعالى؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: عاد كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله جاءنا بها شهر رمضان الكريم، فيحتاج إلى قفزة وإلى دفعة قوية. وهذا هو حديثنا اليوم: اغتنام رمضان، اغتنام رمضان. هذه الفرصة العظيمة كيف تغتنمها وتستثمرها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله لك بابا من الخير فاغتنمه فإنك لا تدري متى يغلق. رمضان يغلق، احنا اليوم في أول خطبة، كلها أسبوع ثاني في أول خطبة، ونقول رمضان سوق والفضل، ربح من ربح وخسر من خسر. قضية لك تغتنم هذا الشهر العظيم، كيف تفوز فيه بالمغفرة والرحمة والعفة من النيران. استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتاكم رمضان. حديث رمضان كثيرة، لكني اخترت هذا الحديث. انظر إلى بداية النبي: أتاكم رمضان. يبدأ النبي حديثه بأول كلمة: أتاكم. وتبدأ كلمة أتاكم بهمزة، وهذه همزة يسمونها في اللغة همزة الفجاءة. يعني الفجاءة يعني فجأة، يعني حاجة فيك بغتة دون ما استعداد. شوف نقول ايه؟ أتاكم رمضان بغتة دون ما تسير واستعداد. صحيح، من منا استعد رمضان؟ احنا غفلانين، احنا مشغولين. كلنا المتحدث قبل المستمع، دنيانا أخذتنا، وهمومنا أخذتنا، ومشاغلنا أخذتنا. فرمضان يجي لك ايه فجأة: أتاكم رمضان. طب ولما يعني؟ وين رمضان؟ ايه اللي حصل يعني؟ لا اسمع عشان تعرف ايه رمضان. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة. الله، شهر بركة. ربنا هيبارك لك في طعامك وفي شرابك وفي أولادك وكمان وفي عملك، العمل بتاعك وكمان وفي نومك. مش أنت تسكر الساعة 10 تصلي الطريق 10 خلاص 11 وعم توصل بيتك على 11 ونص 12 وتنام وتصحى الساعة 3 عشان تصلي السحور وعشان تصلي ركعتين وصلاة الفجر. والله ربنا هيبارك لك ان شاء الله. هتنام الساعة 12 وتصحى الساعة 3، 3 ساعات فقط في
بالليل وتنام بعد الفجر ساعة بالكثير أو ساعتين، يعني يوصل أربع أو خمس ساعات، لكن الله سيبارك لك في هذا القليل. كم من أناس ناموا ثمان ساعات وتسع ساعات وعشر ساعات لكنهم لم يذوقوا مناءة البال وراحة النوم والاستقرار. أما أنت في سويعات قليلة وشرب، وبعدين شعب مولى شرب مع ربنا، ما عندكش ثقة في كلام ربنا، حاشا لله. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ده النبي حبيبي صلى عليه هو اللي قال كده. أتاكم رمضان شهر إيه؟ بركة. عشان الناس تقول لك فين رمضان كتير، وربنا يبارك في الوقت، طبعا هيبارك في الوقت، وكل أعمالك التي كنت تعملها قبل رمضان ستعملها في رمضان. وقد قللت من نومك ومن جوزك لكنها بركة الله سبحانه وتعالى. أتاكم رمضان شهر بركة. ملك يغشاكم الله فيه. ويعمل ايه ربنا معانا؟ فينزل الرحمة، أسأل الله أن يرحمنا جميعا. فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. وانا تقدم لك امام الزمن وقيل وانا تزحمت رحمك تزحمت رحمك. شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل اليه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. يحط الخطايا ذنوب الهموم المشاكل ويستجيب الدعاء. يا من دعوت الله كثيرا ان يرزقك بذرية صالحة فليستجب، ادعو في رمضان. يا من دعوت الله كثيرا ان يرزقك بزوجة صالحة، ادعو في رمضان. يا من دعوت الله كثيرا ان يصل رحمك وان يغفر ذنبك وان تصل من قطعك، ادعو في رمضان. يا من دعوت الله كثيرا ان يزيد رزقك، ادعو في رمضان. ايه انت غفل عن من؟ فقال ربكم ادعوني استجب لكم. احنا هنقصد خطبه كامله للدعاء ان شاء الله. أنسيت أن الله وضع آية الدعاء بين آيات الصيام بعد أن قال شهر رمضان وقبل أن يقول أحل لكم؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب سبحانه وتعالى. فرصة رمضان ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. وماذا أيضا؟ وينظر إلى تنافسكم في الخيرات. الله ينظر إلى التنافس، إلى التسارع في الخيرات، ويباهي بكم ملائكته. وهذه أعظم ما في رمضان، يباهي بكم ملائكته. يعني إيه يباهي بكم ملائكته؟ فاكرين زمان، طبعا ما كناش لسه موجودين، لما ربنا قال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لو سيدنا مين؟ آدم. لو احنا يعني. ربنا يقول للملائكة إن جاء من قبل خليفة، إن الله لا يستشيرهم ولا يستشير أحدا، لكن باب الإعلام يعني. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها، استحنا على نفسك، ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة لم يريدوا أحدا في الكون غيرهم، لما يسبحون ولا يأكلون ولا يشربون ويصومون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إني أعلم ما لا تعلمون. المهم لما أمرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصوم في النهار وتقوم في الليل، ينادي الله على ملائكته ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. في يدي يباهي بكم ملائكة، انظروا إلى عبادي، أمرتهم بالصيام فقاموا، أمرتهم بالقيام فقاموا، أمرتهم بالدعاء فجعلوا، أمرتهم بكذا ففعلوا، ونهيتهم عن كذا فانتهوا. اسمع: يا ملائكتي أهؤلاء يسفكون الدماء؟ يا ملائكتي أهؤلاء يسفكون الأرض؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم أجمعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويباهي بهم الإيه؟ الملائكة. السؤال بقى، أنا بشر، أنا يا ترى ربنا هيباهي بيا الملائكة؟ يا ترى أنا وانا شغلت للنهار الغربي، تعاملت في الحرام ولا في الحلال؟ كانت الحلال ولا حرام؟ طب يا ترى سيصوم طول النهار عن الحلال؟ هو حلال، ما اكلتش وما شربتش هو حلال، تيجي ساعة الفطار تصبر على حرام؟ طب ما ينفعش، طب رمضان ايه؟ رمضان حرام عليك؟ ده حلال، انت صمت عن الحلال،
تطلع عن الحرام. طب ربنا لما انت تطلع السياره هيبقى ايه الملائكه؟ ده من دم السياره بس، ما حكيتش لا خنازير، ما حكيتش لسه في حاجه ثانيه خالص. وقلت الشرب الكلام ده ان شاء الله ما يكونش موجود بينا ولا بين المسلمين، اسال الله ان يعافي المسلمين ويعافي من كل يوم من المسلمين. ده رمضان يعني مدرسه المنافسه في الخيرات، ويباهي بكم ملائكته. اقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قال حديث انا بقراه وبنديله تعظيم ثلاثه. عائشه تقول ايه؟ كان احنا كنا حافظين صلى النبي حتى تورمت ايه؟ قدماه، كنا حافظين. لا قول اسمع الحديث بقى. قالت عائشه صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت قدمه دما. رواه لحد ما قدم النبي جت الدم. طبعا انا ما اقدرش اعمل كده. ومش مطلوب مننا ان احنا نعمل كده. برضه الامانه يعني. ولا احنا هنعمل كده ولا مطلوب مننا نعمل كده. لان قيام الليل كان في حق النبي فريضه. وفي حقنا احنا ايه؟ سنه. ربنا قال لنا في القران سوره المزمل ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل. خلاص. ده المزمل ده احنا لا ما نقدرش نكذب الناس. ولذلك ربنا فقر سوره المزمل ماذا قال؟ فقر السوره قال له ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. وفي اخر الايه قال لهم ايه؟ فاقرأوا ما تيسر من القران. يعني ما تقولش الليل كله فيه صعب عليك. عندك شغل وعندك زوجة وعندك أولاد. إن لنفسك عليك حق وإن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لدينك عليك حق. فأعطى كل ذي حق حقه. لكن النبي قال حتى تورمت قدماه. واسمع بقى سورة طه. سورة طه في سلاح الأسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فمن شدة الألم كان يرفع قدما ويحط الأخرى، يعني يعمل كده يرفع قدما فيتعب ينزل يده ويرفع الثاني من الألم. فقال الله له طأها، يعني نزل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ونزلنا عليك القرآن عشان نعذبك يا محمد أبدا. المطلوب مننا إن احنا نعمل إيه؟ نتحرك شوية بس. وإحنا بنصلي صلاة، يعني أنا إمبارح بعد ما رحت من صلاة التراويح كأني أنا بنجري 10 ميل. هذا رحمة بالناس ورحمة بالناس وإخواني، يعني إحنا نقدر تعب الناس وهم الناس. لكن في الأول لا أنت تصلي نفسك لا تصلي لأحد. يعني عندما تقطع من وقتك وتصلي التراويح انت لا تصلي لي ولا تصلي لغيرك ولكن تصلي لنفسك، مش كده؟ انما هي اعمالك نصيها لكم. ونظرا واحتراما لاوقات حضراتكم هل الصلاه مضغوط من الاذان الى الخروج من نفس الساعه، يعني كانك تسابق الوقت. لكن المهم لا تقتصر على هذا، لك في بيتك ولد ولك مع اولادك ولد ومع زوجتك صلاه ومع نفسك عباده اخرى. هذا شهر رمضان لابد ان احنا نغتنمه. هذا التابعين الجليل ابو مسلم الفلاني، من التابعين ابو مسلم الفلاني بعد ما شاف صلاه النبي وشاف صلاه الصحابه قال ده احنا رحنا بده، فين عبادتنا؟ فين صلاتنا؟ ماذا قال ابو مسلم؟ كان يصلي قيام الليل فاذا ما جاءه النوم كان يضرب نفسه ليستفيق من النوم ويقول أيحسب أصحاب النبي محمد أن يستأثروا به وحدهم عند الحرب في الجنة؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. هي دي الرجولة بقى. المرجلة الحقيقية إنك تظهر هنا. مدرسة قيام الليل، مدرسة صيام النهار، مدرسة غض البصر، مدرسة أكل الحلال، مدرسة الامتناع عن الحرام بكل أشكاله وأنواعه. هذه هي الرجولة الحقة التي يتدرب عليها ويدربنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده رمضان إيه؟ هو رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. طب نبي توقع مع الحديث سريعا كده؟ بالله عليك ببساطة خالص. هل فتح لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها؟ ببساطة ببساطة من غير ذكاء ولا شطارة ولا عود شق علم الكلمة. هل فتح لك أبواب الجنة ويريد أن يحرمك منها؟ وما كانش فتحها خلاص. افتحها ليه؟ هل غلق لك أبواب النار
وهو يريد أن يدخلك فيها. هنا ربنا عنده كثير. هل قيد لك الشياطين وهو يريد أن يسلطها عليك؟ فتحلك باب الجنة، سهلك الطريق، وغلقلك باب النار، وقيدنا في الشياطين، ماذا تنتظر؟ يا انطلق، انطلق سبعة مرات، انطلق وجهي لعلك تصل إلى الله تبارك وتعالى. جماعة الصيادين بيصطادوا الأسماك، يقول لك إذا وقعت السمكة في الشباك، منشقع السمكة ده مثال، تقع في الشباك تظل تبحث عن مخرج، السمكة تبحث عن مخرج عشان تنجو، فعندما تجد ثقب واسع في الشبكة ترجع إلى الخلف وتندفع بقوة لعلها تنجو، تحاول تنجو وقد تنجو، تكسر الأجنحة بتاعتها، تكسر الزعانف، تكسر الخيشوم، مش مشكلة، لأنها إذا لم تفعل هذا هي تعلم أنها بعد ساعة تكون عليه تشوى على النار، فهي مش مشكلة لما تتكسر. أخي الكريم، إذا لم ندفع دفعة قوية نحو الله في رمضان سوف نشوى بالله بعد رمضان. هو حضرتك مفكر يعني رمضان آخره عتق من الإيه؟ من النار. والله لو كنت تتعب الآن ما في عتق من النار. ببساطة إن كنت تتعب من الآن قالوا قديما من لم تكن له بداية محرقة. الكلمة دي خلنا حفظوها كله حفظها. بداية محرقة في رمضان حتى تكون لك في آخر رمضان نهاية مشرقة. اسعى. لكن نام نام القيلولة ونام الليلولة ونام الضحى ونام قبل الغد أو تقول يا شيخ عمل عباد، قال عمل عباد وكلامك سليم. طب بس هو مش حديث عن ذكر يعني، هو كلمة صحيحة بس مش حديث. عمل عبادة بس يعني ايه عمل عبادة يعني؟ والعبادة مش عبادة يعني؟ يعني رمضان ما خصوش بأي شيء يعني؟ ما نسرقش من النوم بتاعنا ساعة؟ اخوانا يتقدموا بقدر الساعة بلا، اخوانا يتقدموا. جزاك الله خير، تقدموا قليلا. تتسحب يا سحب الله، تتحمل 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 لو أنك تضحي بشيء من وقتك ومجهودك حتى تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون ويتسارعون إلى عمل الخير، وخصوصا إذا كان في رمضان. رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر الرحمة، رمضان شهر العتق من النيران، رمضان وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. للصائم فرحتان يفرحهما، لفرحتين عن ربنا، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ساعة الإفطار كما تفطر تفرح للفطر، أطعت الله وصمت كثيرا، ثم أنت ساعة الإفطار تفرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نحن نستعد في رمضان لنغتنم هذه اللحظات ونشمل حتى ننجو ونقبل بها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال التائب من ذنبه فمن لم تنزل فعودوا الى ربكم انه رحمه رحيم. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير اما يشركون. وبعد، ايها الاخوه الكرام، شهر رمضان جاءنا لنشمل عن قواعدنا. عارف يعني نشمل؟ يعني نستعد لرمضان. رمضان ده عاوز شغل، مش عاوز نوم. خلاص مضى عهد النوم. قال الصحابه جمع الله حياه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين اثنتين. عاوز تسمع حياه النبي؟ عاوز تعرف حياه النبي؟ تطلع عليه الاول. النبي كله في كلمتين اثنين. الكلمه الاولى قالها عندما جاء من بار حراء مع سيدة عائشة، من سيدة خليفة، مع سيدة خليفة، عندما زملت النبي وغطت النبي عشان ينام بالزمير والتصيف، فماذا قال لها النبي؟ قال مضى عهد النوم يا خليفة. نوم، هو ربنا يقول له يا ايها المدثر قم. وخديجة بتغطيه، اياك ان تكون زوجتك تغطيك كما فعل خليفة مع النبي، قل كما قال النبي مضى عهد النوم. نوم مين؟ فرغم النوم لسه عالسلام ثاني. خلاص ضيعها سيدنا عمر لما كان يصلي قيام الليل ويتعب. سيدنا عمر ماذا كان يفعل؟ كان يضرب على فخذه ويقول يا اقدام الصبر تمهلي فان امامك في القبر ما
نوم طويل. وضحت لم لما تزمل. تعيش على ما تعمل. ربنا ما نعرفش احنا ابدا، انت دايما كده يعني صح وصح كده وصح وقوه وعافيه ان شاء الله تعالى. فاول كلمه من كلام النبي ايه؟ حياته مضى عام النوم. اول كلمه الثانيه وهو يموت صلى الله عليه وسلم فاطمه بتبكي وتقول ايه؟ وكبرت. النبي قال كلمه ثانيه بقى، قال لا ترفع على ابيك بعد الموت. كلمتين الثانيه حياه النبي كانت كلمه باثنين، الاولى مضى عهد النوم، يعني بدا يزيد من نشاط والحركه والاجتهاد والبذل وعمل وعباده وتحيات وصلاه وصوم وبر. مضى عهد النوم. طب لما خلصت الحياه بتقول له في كرب، انا لا ترفع على ابيك بعد اليوم، غدا ما انا احب محمد رسول الله. خلصت الدنيا، تلقى الله سبحانه وتعالى. يا اخوه رمضان كما جاء في حديث المنذري وحديث ابن خزيمة عن سلمان الفارسي، والحديث فيه ضعف لكن قلبه في ضعف الاعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: قد اضلكم، وارد في هذا الحديث، ايها الناس قد اضلكم شهر عظيم مبارك. انا مش هنقرا الحديث حتى لا افسد حلاوه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الناس قد اضلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضه وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه الى الله بنافله اي عمل خير كان كمن ادى فريضه فيما سواه، ومن ادى فيه فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه. وهو شهر فيه ليله خير من 1000 شهر، ولا يحرم خير الا من خوف. ربنا يبلغنا الاستقامه جميعا. وهو شهر الصبر، والصبر الثواب والجنة. وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. يزاد فيه رزق المؤمن، مش مصاري، مش فلوس، مش المال، خلاص الرزق في كل شيء. يزاد فيه رزق المؤمن من فطر في صائمه الى الصبر، كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل اجر الصائم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. بس انت تعتقد الصائم ما تجيب له كشف ولا تجيب له مندوبه ولا تجيب له مشي ولا تجيب له حزام، صعب. وكلف الصوم عليه، قال ليس الا يستطيع. قال النبي: انما يعطي ذلك الاجر لمن فطر صائما على ايه؟ على ايه؟ على قمر. والنبي يقول اتقي النار ولو بايه؟ شقي تمر. السلام على رحمه ربنا على تمر او على مزقه لبن او على شربة ماء. رمضان شيء قليل جدا. رمضان ده حصار قليله ويزداد منك رمضان، فاغتنم رمضان، اغتنم ايام الرحمه، اغتنم ايام المغفره. وللصائم عند فطره دعوه لا ترد. عارف يعني ايه لا ترد؟ يعني ربنا مش هيردها لك، هيستجيب لك. فلما تدعي الدعوه ادعيها صح. ما ربنا يستجيب الدعوه عمال ينتقل بقطيعة روحك او بعض على مصر. ما تدعيش ربنا ينتقل من فلان، انت خليك مسلم. ما تدعيش ربنا ادعو لنفسك ولاهلك ولزوجك وللمسلمين وللمستضعفين وللمحاصرين وللمقدسات، ادعو بالخير. رمضان حتى قبل الوفاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان يحتاج الى حياه خاصه، يحتاج الى استعداد خاص، رمضان يحتاج الى اغتنام خاص، رمضان يحتاج الى تضحيات خاصه. ما هي الا لحظات قليله ونصل الى الله تبارك وتعالى. اختم واقول: تخيل، تخيل في كتاب الامام المحاسب اسمه التوهم. يعني ايه توهم؟ يعني تخيل. كل كتاب كله تخيل. تخيل لو في كذا، تخيل لو في كذا، حتى من عندنا تخيل انا كمان. تخيل لو ان الله علمك انك بعد رمضان تقصد يوم العيد. اسال الله ان يعطيكم جميعا طول العمر والصحه. تخيل لو ربنا اعلمك ان انت يوم 30 رمضان او يوم العيد بعد الصلاه تقبض روحك، هتعمل ايه؟ ماذا ستفعل؟ لك وعلم اطلب لك انت التعليم. رمضان هو بدايه، اليوم البدايه، وساذكركم بالنهايه، لكن من كانت له بدايه محرقه ان شاء الله ستكون له نهايه مشرقه. ارى هذه الوجوه الطيبه والقلوب الناضجه والاعين الساطعه، و
والأبدان النقية أراها هي مقبلة على الله تبارك وتعالى، لعل الله يتقبل منا ومنها. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا وعلى طاعتك أعنا وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مقبولا واجعل ابتلاءنا من بعده محسونا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعل رمضان فضلا وسلاما علينا أجمعين. اللهم وفق فيه القائمين وفق فيه القائمين وفق فيه المسلمين لما تحب وترضى. اللهم انصر فيه جيوش المسلمين. اللهم انصر في رمضان جيوش المسلمين. اللهم احكم فيه دماء المسلمين. اللهم احكم فيه دماء المسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين في سوريا وفي كل بلد في رمضان. اللهم امن البلاد واحفظ العباد. اللهم امن البلاد واحفظ العباد. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم اسالك في رمضان دعوه مستجابه. اللهم اسالك دعوه مستجابه. اللهم احفظ اولادنا. اللهم اصلح بناتنا. اللهم صل على اعمارنا. اللهم احفظ زوجاتنا. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان بشيء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلاه. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نسمع صلاة العصر إن شاء الله. إن شاء الله نسمع صلاة العصر جمع تقديم إن شاء الله. نسمع صلاة العصر إن شاء الله جمع تقديم إن شاء الله.
الله. سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Two cars, they had to be removed as soon as possible. The caravan with the plate number S94. BSS, the caravan, plate number S94, BSS, remove it, and then the other car, the shiny car, Osama Badi, please.
Thank you.